جينا هنايا باش نمثلوا الغرفة وكالصنف ديال الصناعة اللي فعلا اكتشفنا واحد المفاجأة مزيانة اللي لقينا اصحاب الرخام، اصحاب الكارلاج، اصحاب لو بوا في البيبان، جميع انواع البيبان. وفعلا كاين ان غون شوا في هذا الدومين اللي كنتمنى لي بروموتور يلقاو جميع الطلبات ديالهم، وكاين جميع الاثمنه، وكاين جميع لي ديمونسيون كذلك في تولي كارلاج، في تولي مابر. كاين ميم دي نوفوتي في المابر اللي ولا دابا كيشعل فيه الضوء الانتيريور، سي دي شوز كونسي با افون. يعني شفنا بان كاين واحد ان غون ايفور، كاين واحد المجهودات كثيره في هذا الدومين. وحنايا كوفد رسمي اللي جينا اليوم باش نشوفوا هذا المهرجان او هذا المعرض، تفاجئنا بواحد المفاجاه جد ممتازه بهذا الاختيار اللي عندنا في هذا المعرض. شكرا. اغتنمت اليوم تنظيم هذا المعرض باش نشارك بواحد في هذه الندوه، بواحد التدخل فيما يخص الغابه، المنظومات الغابويه في المغرب، وكذلك الاستغلال ديالها، وكذلك التصنيع اللي كنديروا بالمواد الغابويه في المغرب. وكان تدخلي ديالي فيما يخص دونك التعريف بالغابه، والتعريف كذلك بالموارد اللي كيمكننا نستغلوها وكيفيه الاستغلال ديالها. وعملت واحد قنطره باش نقدم كذلك التدخلات اللي غادي تجي واللي غطرح بعد المواد الخاصه بداك الشيء اللي كنت انا تكلمت عليه. المغرب كما قلت عنده اكثر من 9 ملايين ديال الهكتارات ديال الغابات وسهول الحلفاء، ولكن هذه الغابات عندها واحد الوظيفه ايكولوجيه، لان هي اللي كيمكنها باش نحافظوا على الماء، باش نحافظوا كذلك على التربه. اما بالنسبه للاقتصاد، فالغابه في المغربيه ما كتشاركش بشي حاجه كبيره في النسبه ديال المواد الغابويه اللي محتاجها الصناعه في المغرب. ولهذا كاين بزاف ديال كنستوردوا بزاف ديال الاخشاب ومواد اخرى اللي كيتم تصنيعها في المغرب، ولا كيتم كذلك بيعها كذلك في المغرب باش يمكننا نلبيو الحاجيات ديال المغرب فيما يخص السكن، فيما يخص كل مثلا لي دومين اللي كيمكن نستعملوا فيهم الخشب. استعمال الخشب فيما يخص الصناعه التقليديه اللي عندها واحد الاهميه كبيره بالنسبه للمغرب، واللي كتستعمل واحد العدد كبير ديال المعلمين. كاين جهات في المغرب بحال مثلا الصويره، ما بين موارد العيش الكبيره اللي عندهم هو صناعه الخشب ديال العرعر والتثمين ديالو. كاين بعض مثلا كان في واحد الناحيه ديال تازا، في الناحيه ديال كرسيف، كانوا كيستعملوا بزاف الحلفه، كيستعملوا بزاف النباته اللي كاينه تماك، الدوم، اللي كيمكن الناس اللي في البلديه باش يمكن عندهم واحد الدخل اللي كيعاونهم في الحياه، تسير الحياه اليوميه.